أعلنت الحكومة اليمنية الخميس إغلاق منفذ الوديعة مجدداً أمام حركة المسافرين ضمن جهودها لمكافحة ومواجهة انتشار مرض كورونا، وذلك بعد فتحه من قبل نحو أسبوعين لعودة العالقين البالغ عددهم 500 شخص بحسب الكشوفات. واستثنت الحكومة حركة الشحن التجاري والإغاثي عبر المنفذ والحالات الخاصة التي سيتم التنسيق حولها بين القنصلية اليمنية في جدة والسلطات السعودية. ويأتي قرار الإغلاق بعد يوم واحد من فرار نحو 300 مسافر كانوا قيد الحجر الصحي، وذلك بعد احتجاجات لمئات المسافرين الذين وضعوا في الحجر ولم يحصلوا على الترتيبات اللازمة للمكوث، مطالبين بالسماح لهم بالمغادرة دون إجراءات احترازية.